السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم على cellular respiration أو التنفس الخلوي. عشان to understand the cellular respiration you have to study the أو uses the metabolic pathways. يبقى ال metabolic pathways هي عبارة عن cellular respiration أو simplify the cellular respiration. التنفس طبعا الخلوي نوعين، أول نوع خالص هو aerobic cellular respiration، التنفس الهوائي، in the presence of oxygen use oxygen، تنفس خلوي هوائي في وجود أكسجين. and anaerobic cellular respiration اللي هو التنفس الخلوي اللا هوائي، وده in absence of oxygen في غياب الأكسجين، وده طبعا ليه اسم تاني بيسموه fermentation أو التخمر. في الخلية هنتكلم طبعا على aerobic cellular respiration، التنفس الهوائي يعني في وجود الأكسجين. And in this case we have four stages of cell respiration. Number one, glycolysis, تحلل الجلوكوز. And number two, preparatory reaction, or sometimes called transition reaction, تفاعلات تحضيرية أو ساعات بيسموها تفاعلات انتقالية. Number three, citric acid cycle, دورة حمض الستريك أو بيسموها دورة Krebs cycle. أو electron transport system رقم أربعة، الخطوة اللي هي بيسموها جهاز نقل الالكترونات. يبقى اول خطوه خالص بتتم في السيتوبلازم، ودي عباره عن جلايكوليسيس، تحلل الجلوكوز، نكسر الجلوكوز اللي هو 6C الى 2 بايروفيت اللي هو عباره عن 3C، طبعا بيتم في السيتوبلازم ويديك 2 اي تي بي. هو في الحقيقه بيدي 4 اي تي بي، لكن الخلايا بتستخدم في البدايه خالص 2 عشان تبدا تكسر الجلوكوز. يبقى المحصله النت ريزلت اوف انرجي از 2 اي تي بي، بيديك 2 اي تي بي. طبعا طالما ان انت عندك رابطه ما بين السي والسي كده، رابطه تساهميه، اول ما تتكسر الرابطه دي تطلع على طول يطلع هيدروجين ويطلع الكترون. الهيدروجين والالكترون مين اللي يشيلهم؟ الكارير اللي قلنا عليه زي الناد وزي الفات. في الحاله دي يطلع الناد اتش على طول ويشيل الهيدروجين والالكترون للفاينل ستيب اللي هي الخطوه رقم 4 اللي هي الالكترون ترانسبورت سيستم. خلاص اتكونت اي تي بي. كل جزيء في وجود الأكسجين، كل جزيء جلوكوز يديك 36 أو 38 ATP. طب طلع كام دلوقتي؟ طلع 2 ATP، الطاقة لسه مخزنة جوه، وبالتالي يبقى في محتاجين هنا خطوة رقم 2. الخطوة رقم 2 هي بيسموها preparatory reaction أو transition reaction، ودي بتتم في الماتريكس بتاع الميتوكوندريا، وعبارة عن إيه؟ انتقال البيروفيت إلى داخل الماتريكس، وبعد كده يتحول يبقى يحول الـ 3C إلى 2C اللي هو البيروفيت، يتحول يبقى اسيتيت. طبعا البيروفيت يتحول يبقى اسيتيت، الاسيتيت ما يمشيش لوحده، يتحول يبقى يرتبط بكو انزيم A بيسموه الاسيتايل كو انزيم A، وهو ده اللي بيعمل تيرن اون للخطوه رقم 3 اللي هي العجله الموجوده دي او السايكل اللي موجوده بيسموها سيتريك اسيد سايكل. طيب في الحاله دي انا كسرت ال 3 سي حولتهم ل 2 سي، طلع ايه؟ طلع الكترون. طالما قلت هكسر هيطلع الكترون ويطلع هيدروجين، يبقى لازم اللي يشيله هيشيله كارير اللي هو زي الناد، ويطلع ايه؟ كربون دايوكسيد، ويتحول يبقى ستايك انزيم. يبقى دي الخطوه ما طلعتش خالص طاقه، يبقى دي اللي ما تطلع الخطوه الوحيده اللي ما تطلعش طاقه خالص اللي هي الخطوه رقم 2، يبقى نو اي تي بي، مفيش اي تي بي. دي كانت طلعت كام؟ طلعت 2 اي تي بي. طيب انا قلت في 36 او 38 اي تي بي، يبقى احنا محتاجين الخطوه رقم 3. خطوة رقم 3 هي الكريبس سايكل. في الوان تيرن، في دورة واحدة بس في الكريبس سايكل، بتدورها بالاسيتايل كوانزيم اللي هو الاسيتيت. الوقت ده جلوكوز، هيدي كام بيروفيت؟ هيدي 2، لان 2 في 3 في 6 لو ما 6 كربون ده. طيب يبقى البيروفيت هيديك ايه؟ كل بيروفيت يدي واحد اسيتيت. طب انت عندك 2 بيروفيت، يبقى عندك برضو 2 اسيتيت. طيب الاسيتيت ده او الاسيتايل كو انزيم ايه ده؟ بيدور دور كريبس دوره واحده. طيب ال 3 سي او سوري ال 2 سي دول هيطلعوا على هيئه ايه؟ 2 سي او تي سي او 2. وطالما انت هتكسر دلوقتي يبقى لازم في الحاله دي هيطلع فيه ايه؟ الكترون، وهيطلع فيه هيدروجين. مين اللي يشيله؟ الناد، ويشيله كمان الفات. كل الخطوه دي تطلع ناد بس، وده ناد بس، لكن دي تطلع الناد وتطلع الفات، شال الهيدروجين والالكترون وطالعين للخطوة رقم كام؟ 4.
الالكترون ترانسبورت سيستم. في الوان تيرن يديك واحد اي تي بي. طب انت عندك ايه دورتين، لانك عندك اتنين استيركو انزيم ايه، يبقى انت عندك اتنين اي تي بي، يبقى الناتج الوقت كمان هنا يطلع اتنين اي تي بي في التو تيرن، في التو تيرنز. يبقى انا عندي كام طاقه الوقت؟ عندي 4 اي تي بي، انا بقول لك 36، يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج الخطوه رقم 4. الفاينل ستيب which is electron transport system، جهاز نقل الالكترونات، عباره عن تو ستيبس. اول خطوه electron transport chain، سلسله نقل الالكترونات بتنتهي بتكوين الميه، والالكترو والاوكسيديتيف فوسفوريليشن، الاكسده الفوسفوريه اللي بتنتهي بتكوين الاي تي بي. اوكي، دي اللي بتديك ايه بقى في الحاله دي؟ بتديك 32 اي تي بي، والاكسجين قلنا بكده تحول يبقى ميه، يبقى الالكترون اللي ناتج ده والهيدروجين، ادي الكترون وهيدروجين اهو موجود، يتشاور مع نص جزيء الميه ويديك الايه الووتر. والخطوه الثانيه من الاخر خطوه للالكترون ترانسبورت سيستم ان تديك الاي تي بي. ده تصور عام للي بيحصل في السيلولر ميتابوليزم. عندك هنا جلوكوز جاي منين؟ من البلاط. راح فين هنا؟ في المسافة ما بين الخلية والبلاط دلوقتي، تشوف لود سائل نسيجي، تشوف لود. طيب تشوف لود ده هيبدأ يدخل الجلوكوز داخل الخلية، طالما دخل هنا جزيء جلوكوز واحد وهنا أكتر من واحد، يبقى ده على طول إيه؟ عن طريق كارير ميديتد طبعا، ده يبقى ده على طول إيه؟ فاسيليتيتد ديفيوجن ولا أكتيف ترانسبورت؟ أكتيف ترانسبورت. يبقى أنت في الحالة دي محتاج طبعا إيه؟ أي تي بي، طاقة. دخل جزيء الجلوكوز في السيتوبلازم. اول خطوه قلنا احنا عندنا 4 خطوات، اول خطوه عمليه الجلايكوليسيس، تحويل الجلوكوز لبيروفيت. طيب هيكسر الجلوكوز، طالما كسرنا الجلوكوز يطلع الكترون ويطلع ايه هيدروجين عن طريق الايه الناد اتش، يوصل الخطوه رقم كام؟ 4، اللي هي الكترون ترانسبورت سيستم، اللي فيها الكترون ترانسبورت تشين وفي اوكسيديتيف فوسفوريليشن. طيب بعد كده يتحول البيروفيت، يبقى استايل كو انزيم ايه داخل الماتريكس هنا اهو، وبعد كده يدخل فين؟ السيتريك اسيد سايكل. انا كده عليه بالتفصيل بعد كده. طيب يطلع ده الاثنين بيرو اثنين كربون ده اللي دخلوا جوه السيتريك اسيد سايكل، يطلعوا على هيئه ايه؟ يطلعوا على هيئه ثاني اكسيد الكربون، ويطلع منهم كام؟ يطلع منهم 2 اي تي بي. باول خطوه خالص ادتك 2 اي تي بي، وفي كريبس سايكل ادتك 2 اي تي بي. الخطوه اللي هي موجوده دي عمليه تحويل البيروفيت الاسيتيت للترانزيشن رياكشن ما بتديش طاقه، دي الوحيده اللي ما بتديش طاقه. بعد كده تطلع برضو الالكترونات، توصل للاخر تتحول تبقى ميه، كل جزيء نص جزيء اكسجين، يعني كل ذره اكسجين عايزه 2 هيدروجين وعايزه 2 الكترون عشان يديك جزيء ميه. وبعد كده في الكترون ترانسبورت في الكريستي، في الانزيم اوف كريستي، تبدا الاكسيديتيف فوسفوريليشن وتديك الـ ATP. As the reaction occurs, number of hydrogen and atoms of carbon dioxide removed from the various substrates. طبعا كسر هيدروجين يطلع، ويطلع كربون على ثاني اكسيد الكربون. طيب الاكسجين ده act as a final acceptor في الخطوه رقم 4، موجود في في الميتوكوندريا، تفتح الميتوكوندريا البيبان وتبدا تشتغل السيلولار سبيريش. مش موجود، مش هتفتح الميتوكوندريا البيبان وتفضل التفاعلات بس في السيتوبلازم، وفي الحاله دي بيسموها الفيرمنتيشن، التخمر. طيب طالما ان الاكسجين موجود هتفتح البيبان، تبدا تعمل ايه؟ تبقى الفاينل اكسبتور، يستقبل الهيدروجين، عايز 2 الكترون وعايز 2 هيدروجين للنص الاكسجينه دي، وتديك جزيء من الايه الميه. يبقى ده باختصار الجلايكوليسيس، او الخطوه خالص رقم 1 هي باث واي سيكونس ستيبس. اتش ستيب جيف الفاينل برودكت خالص اللي هو البيروفيت، 2 1 جلوكوز اهو عباره عن 6 كربون، يديك 2 بيروفيت اللي هو عباره عن 3 سي. الخطوه اللي بعد كده عمليه ترانزيشن، ان نسيب السيتوبلازم ويدخل في الماتريكس، اللي خطوتين دول في الماتريكس بتاع الميتوكوندريا، ويبدا يتحول البيروفيت الى ايه؟ الى اسيتيت، اسيتيل كو انزيم ايه يشيله، الاناستيل ده هو اللي بيدور دوره كريبس، ويبدأ دور الكريبس هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. تدور دور الكريبس بالأسيتيل دورة واحدة، يقوم يديك واحد اي تي بي واتنين كربون دايوكسيد. لو عندك اتنين أستيركو نظام ايه، يبقى هتخلي لك الدورة دي تدور مرتين، وبالتالي بيديك اتنين اي تي بي ويديك 4 كربون دايوكسيد، ويطلع طبعا عدد من الايه الناد اتش والفاد اتش، ما تنساش.
الخطوة دي الوحيدة اللي بتصنع الفات اتش، وكله طبعا الهيدروجين الناتج من أول خطوة أو من ثاني خطوة أو من ثالث خطوة مع الإلكترون بيتنقل على طول للخطوة رقم 4 اللي هي الإلكترون ترانسبورت سيستم، اللي عبارة عن إيه؟ بتاخد الناد اتش وتاخد الفات اتش والسيتوكرومز الموجودة عشان تديك نص جزيء الأكسجين، يعني نص أهو نص جزيء الأكسجين مع 2 إلكترون مع 2 هيدروجين يديك جزيء مية. وطبعا الأكسيديتيف فوسفوريليشن أكسدت الإيه؟ الهيدروجين وفسفرة الـ ADP وتحويل الـ ADP إلى ATP. ده باختصار لو عندك جزيء جلوكوز في وجود الأكسجين هيديك ثاني أكسيد الكربون ويديك مية ويديك كل الطاقة الموجودة المتخزنة جواه اللي هو عبارة عن 36 أو 38 ADP. طبعا الطاقة قبل كده استخدم الطاقة في عملية ترانسبورت وجزيئات من داخل الخلية وخارج الخلية، عملية ترانسبورت الميكانيكال وورك في نقل العضيات من مكان لمكان داخل الخلية. ده السيل سايكل أو الاي تي بي سايكل اتكلمنا عليه قبل كده، دورة الاي تي بي. اي تي بي محتاجاها الخلية عشان ايه؟ تقوم بالوظائف المختلفة، وبالتالي يحصل له بريكس داون وتحول الى فوسفورس، عندك طاقة زيادة تخزنها على اي تي بي، وهكذا يسموها الاي تي بي سايكل. والسلام عليكم ورحمة الله.